لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. ما تزال مدينة الذهب الأسود كركوك نقطة جذب للجماعات الإرهابية الداعشية التي نفذت في الفترة الأخيرة سلسلة من الخروقات الأمنية المتكررة، كان آخرها الهجوم الشرس على نقاط الشرطة الاتحادية. أكثر من 13 شهيد في حصيلة ربما تكون قابلة للزيادة، ومعارك شرسة استبسل فيها أبطال الاتحادية في مواجهة هذه العصابات الإرهابية. فلماذا يزداد المشهد في كركوك سخونة كل يوم؟ ما الذي يملكه داعش من أسلحة، وما الذي يمكنه من شن مثل هذه الهجمات الشرسة؟ كيف يمكن أن نقرأ سيناريو المشهد الأمني القادم في هذه المحافظة؟ نناقش كل هذه المحاور بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بضيوف حلقة هذه الليلة، اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة. حياك الله سيادة اللواء، أهلا ومرحبا. وكذلك السيد صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، حياك الله سيد الكريم. وكذلك نرحب بسيادة اللواء ماجد القيسي، سينضم لنا بعد قليل من أربيل مباشرة. أهلا بضيوفنا جميعا، مساكم الله بالخير. سيادة اللواء، مفاجأة كبيرة وليست بجديدة حقيقة، تضاف إلى الفواجع السابقة في العراق، والضحية هذه المرة أفراد من الشرطة الاتحادية. تعازينا لكم ولذويهم، الرحمة لشهدائنا. في البداية، ما هي تفصيلات هذا الحادث؟ كيف وقع تحديدا؟ شكرا لك، وتحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. أهلا. الحقيقة اللي حدث أنه هناك تعرض على الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في نقطة معينة، وهذا التعرض نتيجة لقيام الإرهابيين من خلال منطقة الرشاد بالتعرض على أفراد من الشرطة الاتحادية، طبعا الساعة 12:15 ليلا يوم أمس، وكان نتيجة هذا التعرض هناك شهداء وجرحى. طبعا أكيد الضغط الكبير اللي تمارسه قواتنا الأمنية، وأكيد أيضا التجمع الأخير اللي صار لدى التنظيمات الإرهابية سواء في منطقة وادي شاي أو جنوب غرب كركوك اللي هي منطقة الرشاد، وشمال شمال غرب داقو، وكذلك المناطق المتآخمة أو البعيدة نوعا ما عن كركوك، بدأ التنظيم الإرهابي يحاول أن يعيد نفسه في تلك المنطقة من خلال تجمع بعض العناصر الإرهابية. لكن طبعا احنا اليوم كنا في تكريت في عمل، وحاولنا ان نذهب الى كركوك، ولكن ان شاء الله سوف نذهب اما غدا او اليوم في وقت اخر. طيب. لمعرفه تفاصيل هذا الحادث وكذلك التحقيق. الخرق الامني هو خرق امني، ولكن اسباب هذا الخرق الامني، كيف حدث هذا الخرق الامني؟ فعلا استمر لساعتين وما لا وصلت التعزيزات. الحديث كان كثير سياده اللواء، ومنك نريد نعرف ما حصل وما جرى تحديدا. لا، احنا الخرق الامني حدث قلت لك في الساعه 12:15 ليلا. مجاميع ارهابيه تعرضت إلى أحد النقاط ما في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، ردت عليها عناصرنا. كان هناك اشتباك، نتيجة للاشتباك سقط عدد من الشهداء والجرحى. الحالة استمرت يعني أقل من ساعة، وليس كما تتصورين ساعتين. المشكلة أنه هؤلاء لديهم حواضن، وهذه الحواضن الآن بدأت تغذي هذه الخلايا النائمة من خلال إعطائها المعلومات، من خلال إعطائها السلاح، من خلال إعطائها طرق التسلل. لذلك الحاضن هو دائما يأوي الخلية الإرهابية ويقدم لها المأكل والسلاح والمعلومات المهمة. وهذا بالتأكيد نحن في قيادة العمليات المشتركة بدأنا نعمل من خلال الجهد الاستخباري الأمني والفني في أولا معرفة هؤلاء الحواضن، وهناك أيضا قاعدة بيانات خاصة في تلك المنطقة. كثير من الأمور من المبكر جدا أن نعلن عنها الآن، لأنه التحقيق هو بدأ من تحتاج إلى تحقيق ربما عميق. لا، مو بس تحقيق، تحتاج إلى نتيجة.
من هي ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث؟ هل هو خلل في يعني إمكانياتنا وقدراتنا؟ أم خلل في استعدادنا؟ سيادة اللواء أنت شنو تعتقد؟ شنو تقرأ؟ هل كان خلل؟ كان تقصير؟ لا، هذا من المبكر جدا أن نعلن عنه. يجب أن يكون هناك تحقيق والقائد المسؤول عن تلك القيادة، وكذلك المقر المتقدم اللي هو قائد الكركوك، أيضا قيادة العمليات المشتركة اللي راح تسهم بهذا التحقيق والتدقيق وتحليل البيانات. كثير من الأمور سوف تحلل، ومن بعد ذلك سوف تعلم النتيجة أو سبب هذا الحادث وكيفية حصوله. يكون هذا التحقيق لماذا خسرنا هؤلاء الجنود؟ مو بس لماذا خسرنا، احنا حربنا مع الإرهاب مستمرة. الحرب مع الإرهاب هي مو حرب اعتيادية، حرب مستمرة، وملاحقتنا لهم ومطاردتنا لهم مستمرة، ونتوقع من خلال حربنا مع الإرهاب بعض التضحيات. ولكن الأهم من ذلك أنه لماذا حدث هذا الحادث في تلك المنطقة؟ هل هناك قصور؟ هل هناك عمل كان مفروض أن يؤدى ولم يؤدي؟ هذا أهم من أن طيب رح نتحدث عن ربما قراءاتنا لهذه الأسباب، لكن قبل أن أنتقل للسيد النعمان، نوع السلاح الذي استخدم في هذه في هذا الخرق تحديدا في هذه المناوشات، هل فعلا هي لغمت الطريق حتى ما تصل أي تعزيزات كما أشيع؟ لو ماكو شيء من هذا القبيل. هذا دائما سيدتي الكريمة، دائما من خلال الحوادث هناك كثير من الكلام يقال، والحقيقة يأخذ من آخر أو جانب آخر، كثير من الأقاويل والتقويل والتحليل، وهو كلام غير دقيق. احنا أصدرنا بيان أعلننا فيه أنه حادث أو حدث واعتداء على نقاطنا في منطقة معينة، وسوف نعلن التفاصيل لاحقا. هناك من يتحدث عن استخدام سلاح، وهناك من يتحدث عن هسه جنابك الكريم قلتي أكثر من ساعتين على اعتبار يعني ما معركة وصلت التعزيزات. هاي إذن مو معركة طلعت، هاي يعني عملية كبرى. طيب احنا عندنا قطاعاتنا منتشرة، ألويتنا، قياداتنا، الرد السريع اللي موجودة عندنا اللي هي الQRF، قوتنا الجوية، وكذلك طيران الجيش. هذا الحقيقة من يقال هكذا كلام، وفي كركوك اللي تدرين أنت جنابك الكريم بها نوع من الحساسية ونوع من الحقيقة يعني. طيب خلينا نوقف عند موضوعة الحساسية. سيد صباح أرحب بك مجددا. لماذا كركوك بالذات؟ هل لحساسيتها السياسية؟ لماذا كركوك بالتحديد؟ وكيف قرأت هذا التعرض بالنهاية؟ شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، تحية لك ولكادر ومشاهدي قناة الشرقية، وأيضا تحية لأخي لواء تحسين وضيف الآخر. حقيقة معركتنا ضد الإرهاب هي معركة طويلة ومستمرة. حتى احنا عندما أعلننا التحرير ودحر التنظيم في وقتها البيان الذي صدر أن معركتنا ضد الإرهاب ستبقى مستمرة، لأنه ما دام هناك مغذيات لهذا الإرهاب، ما دام هناك حواضن، ما دام هناك عوامل تسهم في استمرار الإرهاب، بالتأكيد سنشهد مثل هكذا عمليات إرهابية. كركوك يعرف الجميع، كركوك مدينة مهمة جدا من حيث الموقع، من حيث التنوع الديموغرافي، من حيث التنوع السكاني، من حيث التباين الطبقي والسياسي لهذه المحافظة، وأيضا من حيث الحدود الكبيرة اللي تحد هذه المحافظة مع محافظة صلاح الدين وأيضا ديالى ونينوى. وبالتالي نجعل من هذه المدينة مدينة مهمة ومدينة تجذب أنظار التنظيم الإرهابي اللي يستطيع بسهولة أن يستغل المناطق الوعرة والتضاريس الصعبة التي تحيط بهذه المحافظة. لكن السؤال،
هل استطاع التنظيم خلال هذه الفترة أن يصل إلى مراكز مهمة في هذه المحافظة؟ بالتأكيد هذا الجواب لا، لأن قدرة القوات الأمنية على صد مثل هكذا هجمات. نعم يعني إحنا نستطيع القول أن ما حصل اليوم أمس وخرق أمني، ومثل ما تفضل السيد اللواء، سيكون هناك تحقيق، ومن السابق لأوانا أن نستعرض ونحدد الأسباب. طيب هذه المجامع لكن بمؤشرات أولية وقراءات أولية سيد صباح، خلايا نائمة مثل ما قال سيادة اللواء، مجاميع قادمة من خارج الحدود، من يمولها، أسلحتها محلية الصنع أم تأتي أيضا من الخارج، هذه التفاصيل لابد من هناك مؤشرات، كذلك كيف تتنقل، من يوفر لها حماية، غطاء معين. يعني عندما نريد نفهم العدو يجب أن نفهم فلسفة قتال العدو، وبنفهم فلسفة قتال العدو وآلية قتال العدو بالتأكيد سيكون لدينا الرد المناسب. المجامع الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية بالمجمل، من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الأخرى، هي تعمل وفق ثلاثة مبادئ رئيسية. قد تختلف هذه المبادئ بين تنظيم وآخر بالفترة الزمنية أو التقديم والتأخير، لكنها متشاركة ومتشابهة. المبادئ الثلاثة التي تعمل عليها التنظيمات الإرهابية هي مرحلة أو مبدأ شوكة النكاية والإنهاك، ومرحلة إدارة التوحش، ومرحلة التمكين. هذه المراحل الثلاثة تعمل عليها كل التنظيمات الإرهابية، وما حصل في 2014 أن تنظيم داعش الإرهابي قد نفذ بتراتبية هذه المراحل وصولا إلى مرحلة التمكين وإعلان ما يسمى دولة الخلافة في وقتها بالموصل. لكن بعد ما اندحر التنظيم أعاد التنظيم فلسفته للمواجهة بالقيام بعمليات خاصة نوعية سريعة، ما نطلق عليه إعادة التنظيم مرة أخرى لمرحلة النكاية والإنهاك أو شوكة النكاية والإنهاك. هذه المرحلة اللي يستخدمها التنظيم حاليا هي بتعريف بسيط، هي عمليات سريعة تستهدف استنزاف القوات الأمنية. يعني العمليات اللي يقوم بها التنظيم هي عمليات صغيرة هنا وهناك، الغاية هو استنزاف قدرات القوات الأمنية. الآن التنظيم هو في هذه المرحلة، لذلك يستلزم من قواتنا الأمنية أنه نفهم فلسفة قتال العدو حتى يكون هناك لدينا العمل المناسب. حقيقة يعني في جهاز مكافحة الإرهاب، أنا لا أتكلم عن القوات الأمنية بمحضر أخي لواء تحسين، أتكلم عن جهاز مكافحة الإرهاب. نحن منذ أن اندحر التنظيم، ويعرف الجميع أن جهاز مكافحة الإرهاب كان هو رأس الرمح في عمليات التحرير، مجرد انتهاء التنظيم وإعلان النصر ودحر التنظيم وتحرير الموصل، حقيقة بدأنا بإعداد عقيدة جهاز مكافحة الإرهاب، وهذه العقيدة بدأنا بالعمل عليها، وتتضمن هذه العقيدة هو تطوير قدرات جهاز مكافحة الإرهاب لمواجهة مثل هكذا التحديات. طيب. وبالتالي خلال هذه السنة حقيقة كان لدينا عمل كبير جدا، ولولا هذه الأعمال اللي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب خلال هذه السنة في مناطق كركوك وغيرها لشهدنا حقيقة ممكن تزايد بالتهديدات الإرهابية. لكن هذه العمليات وهذا الاستمرار بالضغط من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية الأخرى، طيب، هو كان كفيل من أن يحد من عدد ونوع وكم العمليات الإرهابية اللي يقوم بها العدو. وبالتالي الآن العدو هذه العمليات هي تصب ضد القوات الأمنية. لم نشهد الحمد لله لحد الآن لم نشهد أي تهديد إرهابي للمواطنين أو للمجتمع أو للمدن الآمنة وحتى لضواحي المدن والقصبات. وبالتالي العدو الآن هو يحاول أن يستنزف الصد الأول للقوات الأمنية، لكن هنا القوات الأمنية هي نذرت نفسها لحماية المواطنين، ونجد هكذا عمليات إرهابية تطال القوات الأمنية. طيب سيد صباح، راح نعود ونتحدث عن هذا الخطر، هل سيشمل ربما محافظات أخرى أم سيكون يعني أبطالنا في الشرطة وباقي تفصيلاتنا العسكرية بمواجهة هذه العصابات. لكن دعني أنتقل لسيادة اللواء ماجد القيسي من أربيل إذا كان يسمعني بوضوح. سيادة اللواء حياك الله. أسمعك. نعم حياك الله. أهلا ومرحبا بحضرتك سيادة اللواء. في البداية كيف تقرأ هذا الحدث مرحبا الذي خسرنا بسببه 13
من شبابنا في الشرطة الاتحادية في الرشاد تحديدا في كركوك. كيف قرأت هذا الحادث؟ من يتحمل المسؤولية؟ ما هي الأسباب؟ تحية لك وللأخ صباح والسيد اللواء الركن تحسين الخفاجي، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. حقيقة هذه أخطاء تعبوية وأخطاء تكتيكية ميدانية يجب أن لا تحدث في ظل وجود خبرة قتالية وكفاءة لهذه القوات، علما أن القطعات التي تم استهدافها هي شاركت في الكثير من المعارك ضد هذا التنظيم ولديها من الخبرة ما تملك. فهي كانت رأس النفيضة في الموصل وفي بيجي، وهذه لديها الخبرة في قتال أو في حرب العصابات، ولكن أخطاء ميدانية تعبوية في بعض الأحيان تؤدي إلى هذه الأحداث أو إلى هذه الهجمات. وخصوصا لو علمنا أن هذه المنطقة هي ليست في كركوك، هي تبعد إلى الجنوب إلى الغرب من كركوك بحوالي 70 كيلومتر. يعني مدينة الرشاد هي تقع على منتصف الطريق ما بين تكريت وما بين كركوك. وذلك القاطع أنا عملت فيه كثيرا وكان قاطع ساخن آنذاك، والمنطقة وهي قرية سطيح تقع ما بين داقوق وما بين الرشاد. وبالتالي التنظيم ده يستهدف المناطق الطرفية. لماذا يستهدف المناطق الطرفية؟ لأنها تعتبر مناطق بعيدة عن يعني كثيرا عن مركز المدينة. ثانيا هو يحاول الاستفادة من الثغرات الرخوة، وخصوصا في المناطق الفاصلة ما بين قيادات العمليات. هناك قيادتين عمليات تعمل، قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة المقر المتقدم لكركوك. وبالتالي هذه الحدود الفاصلة يجب أن تمسك بقوة، لأنه الحدود الفاصلة خطرة جدا، حتى في الحروب التقليدية هي خطرة جدا على القطاعات. ثانيا في حرب العصابات، وأنا مستغرب جدا عندما تكون هناك نقاط ونقاط تفتيش أو ربايا، يجب أن تكون هذه الربايا محصنة تحصينا كبيرا وقويا ومكتفية ذاتيا، بحيث تستطيع رد أي هجوم عليها وتصمد حتى طلوع النهار، لأنه التنظيم يعتمد على الهجمات الليلية. وبالتالي الخطأ الذي وقع به القادة الميدانيين أو الآمرين الميدانيين هو إرسال تعزيزات ليلا، وهذه التعزيزات هي من وجهة نظري غير صحيحة، لأنه نتكلم من تجربة، وهذه التجربة مارسها هذا التنظيم سابقا، تنظيم القاعدة. بعدما كنا نرسل تعزيزات كان يستهدفها بهجمات مباشرة أو بكمان أو بعبوات. فإذا اليوم يجب إعادة النظر بتوزيع هذه القوات وسد الفراغات، ومن ثم تحصين هذه النقاط ووضع فيها أسلحة مختلفة ومراقبتها بالنواظير الليلية وحتى في طائرات الدرونز. يعني لحد الآن لا أعرف هل توجد طائرات مسيرة لدى القوات الأمنية العراقية بحيث تستطيع من تغطية المناطق المؤثرة على هذه المناطق التي تمسكها القوات. القوة الجوية أيضا ضرورية جدا. وبالتالي اليوم يعني مثل ما تفضل الأخ صباح، هو جهاز مكافحة الإرهاب أو القطعات الأمنية هي تفهم استراتيجية وتكتيكات هذه التنظيمات. إذن هناك أخطاء ميدانية شابت يعني في هذه المنطقة. لم تشهد فقط هذه العملية، قبل أيام أيضا شهدت عملية هذه المنطقة. يعني سيادة اللواء أفهم من كلام اليوم يعني الشرطة المتواجدين هناك واللي راحوا ضحية هذا الاعتداء عندهم خبرة قتالية كافية، شاركوا في حروب ميدانية مع هذه العصابات الإرهابية، لكن من يتحمل جزء من هذا الخلل هو القائد والآمر وبعض الثغرات التي ذكرتها أيضا. بالتأكيد أختي الفاضلة، بالتأكيد، لأنه إدارة هذه المعارك
يجب أن تكون يعني حقيقة يتمتع الضابط ويتمتعون بالخبرة، يتمتعون لأنهم مقاتلوا التنظيم منذ سنوات ويفهمون تكتيكات هذا التنظيم. يعني أنت عندما تضع، يعني سابقا كنا عندما مثلا، أنا أجيب لك مثال، عندما كنا نمسك طريق حديث القرية العصرية وطوله حوالي 140 كيلو متر ضمن القاطع مالنا كان 75 كيلو متر، كنا ندفع القطعات هناك، ولكن كنا نحصن الربايا التي على الطريق تحصينا قوي بحيث تصمد لساعات طويلة ولا يتمكن منها تنظيم القاعدة آنذاك حتى تصل التعزيزات مع الضوء مع الضياء الأول. أنت ترسل تعزيزات في الليل وبشكل مستعجل وإلى منطقة تبعد حوالي بحدود 60-70 كيلو متر عن المقر، أعتقد سوف تتعرض بالتأكيد إلى هجمات بهذه الأبواب. خلينا نوقف عند هذه النقطة سيادة اللواء لو تسمح لي. هذا هو الذي حجر. نعم، وبعدها أعود لك بتفاصيل أخرى. لواء تحسين، نقاط مهمة ذكرها سيادة اللواء ماجد القيسي. إحنا وين من هذه التحذيرات، من هذه التفاصيل؟ عندنا ثغرات أمنية، المناطق الطرفية مثل ما ذكر، عندنا مثل ما أشار أنه ربما سوء إدارة أمنية أو تخطيط فيما يخص التوزيع والخبرة الميدانية. يعني من المبكر جدا أنه أن نعطي تحليلنا لهذا الموضوع إذا ما تعطي اللجنة التي ذهبت والتي سوف تكمل عملها وإجراءاتها يوم غد أو بعد غد، لكي نعلم التفاصيل التي حدثت. قد يكون هناك اتخاذ قرار خطأ، قد يكون هناك إجراء تعبوي خطأ، ولكن من المبكر جدا. أكو مؤشرات مثل ما ذكر قبل قليل أنه مثلا تعزيزات وصلت ليلا وتم استهدافها، هذه بعض الأخطاء اللي موجودة مثلا. هذا يعني جناب الكريم يقولها، ولكن هل صدرنا بها بيان؟ هل صرحنا بها؟ احنا عندنا لجنة، ذهبت هذه اللجنة لمعرفة ما هي أسباب الخرق الأمني الذي حدث، كيف حدث هذا الخرق الأمني. لذلك من المبكر جدا أن نتكلم عن هذا الموضوع إلى ما تكتمل كل الرؤية والصورة الحقيقة، وأيضا يكون هناك كلام وعمل مع القائد، مع القائد الأعلى، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل. ما عدا ثغرات في هذه المنطقة سيادة اللواء يعني يتم استغلالها من قبل هذه المجاميع؟ يعني الثغرات هي أساسا قد تكون موجودة من خلال تواجد التنظيم فيها، ولكن قواتنا الأمنية، يعني إحنا ليش ما نتكلم خططنا لإحكام السيطرة على هذه الثغرات؟ بس اسمحي لي سيدتي الكريمة، إحنا ليش ما نتكلم عن العمليات الكبرى اللي قمنا بها قبل فترة وإلى حد الآن؟ يعني كثير من العمليات إحنا قمنا بها مع جهاز مكافحة الإرهاب، مع قواتنا الأمنية، ألقينا القبض وقتلنا على مجرمين وعتات، وألقينا القبض حتى على قادة بتنظيم داعش بالتعاون مع أسايش سليمانية، صح ولا لا؟ من سلمنا كثير منه، لكن التنظيم نعم موجود في تلك المناطق. التنظيم هل هو موجود بوحده؟ لا، أكو من يقدم له، أكو من يؤويه، أكو من يساعد على وصلت إلى هذه الخيوط. هو هذا من الذي يؤويه؟ من الذي يساعد على التنقل؟ أسلحته إلى آخره؟ الحواضن اللي تؤويه، هذه الحاضنة اللي من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة سيادة اللواء. في هذه المنطقة، في ذيك المنطقة، لا، المهم أنه أن نتوصل ونعمل جهدنا الاستخباري والأمني على معرفة كيفية وصوله إلى، ولدينا معلومات ولدينا إمكانات من خلال ما ألقينا القبض عليهم، ولكن هل هذا يعني هل هذا كافي؟ لا، مستمرين بعملنا. جهدنا الاستخباري والأمني أيضا وسعناه، الفني أيضا وسعناه، ونعتقد بأنه سوف نصل إلى مراحل متقدمة في هذا المجال. ماذا تقول سيد صباح بهذا الشأن؟ يعني الثغرات الموجودة، ما تفضل به سيادة اللواء قبل قليل عن وجود ربما سوء إدارة أمنية من قبل القادة، بعض الأخطاء الميدانية التي على الأرض، ثم ما طبيعة التنسيق الأمني بين الإقليم وبغداد بخصوص أمن كركوك تحديداً؟
يعني بالتأكيد ممكن أن هناك قد تكون أخطاء باتخاذ القرار، وهناك تحقيق، لجنة تحقيقية. سيد اللواء اليوم كان برفقة القادة الكبار في عمليات المشتركة في هذه المنطقة، وستفضي التحقيقات إلى الأسباب الحقيقية، لكن يجب أن نتوقف عند هكذا خروقات أمنية ونعد العدة لعدم تكرارها مرة أخرى. التنظيم الإرهابي لا نستهين بقدراته ولا بتفكيره. التنظيم هو أيضا يراقب أداء القوات الأمنية، يراقب انفتاح القطاعات الأمنية، يراقب الحدود الفاصلة، هو يحاول أن يستغل الثغرات بين الحدود الفاصلة. لا زالت هناك أعتقد مشكلة بملء الثغرات والحدود الفاصلة ضمن قواطع مسؤولية القيادات والفرق العسكرية الماسكة لهذه المناطق. ما الذي ينقصنا بهذه التفصيلة بالذات؟ يعني نحتاج معدات، نحتاج إلى طائرات، نحتاج لمعلومة استخباراتية، على الرغم من وجود يعني جهات كثيرة مختصة بالمعلومة الاستخبارية. ما الذي نحتاجه بالضبط؟ يعني أكيد نستفاد من هكذا أحداث حتى نعيد توازننا، نعيد الخطط العسكرية، نعيد آليات الانفتاح القطاعات الأمنية. هذه كلها بالتأكيد ستكون برؤى وبمفاهيم القادة العسكريين في العمليات المشتركة وقواطع المسؤولية. تكلمت حضرتك عن التنسيق بين كردستان والحكومة المركزية. حقيقة يعني إذا أتكلم عن جهاز مكافحة الإرهاب، خلال هذه السنة كان لدينا تنسيق عالي جدا بيننا وبين إقليم كردستان من خلال جهاز مكافحة الإرهاب في سليمانية وأربيل وأيضا الأسايش. هناك تبادل للمعلومات الاستخبارية، هناك عمليات قمنا بها مشتركة. نذكر عملية الأرض السوداء اللي قمنا بها بين جهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة، وأدت إلى تدمير أوكار كانت متواجد فيها التنظيم الإرهابي ولم تصلها أي قطعات أمنية منذ 2003. هذا التنسيق، هذا التبادل، الجهد الاستخباري والعمليات والمعلومات الاستخبارية أكيد ستكون نتائجه في صالح قوات الأمنية وأيضا لدحض وشل حركة التنظيم الإرهابي. اليوم معركتنا هي معركة استخبارية، معركة معلومات، حصول على المعلومات بشكل مبكر، مقاطعتها مع الأجهزة الأخرى. بالتأكيد هذه ستفضي إلى إعداد خطة سريعة. اليوم عملنا عندنا مشكلة بالمعلومات الاستخبارية، لا يتم التعامل بجدية مع مخرجات. ما عندنا مشكلة. يعني احنا خلال هذه السنة شكلنا خلية الاستخبارات اللي تجمع كل الأجهزة الأمنية وبإدارة وقيادة جهاز مكافحة الإرهاب. هذه الخلية المعلومات تصل إلى كل القطاعات، المفاصل الاستخبارية، ومن خلالها يتم تحليل بيئة العمليات وإعداد خطة. يعني اليوم احنا في جهاز مكافحة الإرهاب منذ شهرين طلب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من كل مفاصل الاستخبارات في جهاز مكافحة الإرهاب بإعداد تقييم لبيئة البيئة الأمنية لكل مناطق العراق، لم نستثني أي منطقة حتى في الجنوب والوسط، لأن عمل جهاز مكافحة الإرهاب هو متابعة ومكافحة الإرهاب أينما وجد، وبالتالي لازم يكون عندنا رؤية شاملة وكافية لكل المناطق في العراق. ومن خلال المعلومات اللي حصلنا عليها حقيقة قمنا بإعداد خطة. قمنا قبل أيام بعمل عملية عسكرية، وبالقريب العاجل أيضا ستكون لدينا عمليات أخرى قد لا نفصحنا، لكن بالتأكيد ستسمعون هناك عمليات لجهاز مكافحة الإرهاب في مناطق حقيقة لم تصلها القوات الأمنية، والأهداف محددة لدى جهاز مكافحة الإرهاب. هناك صولة لجهاز مكافحة الإرهاب. نعم. ستكون هناك صولة ومشاركة لجهاز مكافحة الإرهاب. ولن نتوقف عن متابعة التنظيم الإرهابي. بالمناسبة يعني عملنا إحنا ليس فقط عمل ميداني. هناك جانب آخر من عمل جهاز مكافحة الإرهاب اللي هو يعني أنا أعتبره أهم من العمل الميداني، هو مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. هذا جانب مهم جدا. بدون التمويل وبدون وين راح يكون تواجد جهاز مكافحة الإرهاب؟ في أي المناطق تحديدا؟ ذكرت أنه مناطق
لم تصلها ربما قوات أمنية مناطق خطرة نوعا ما. يعني جهاز مكافحة الإرهاب هو جهاز مهمته الرئيسية هو مكافحة ومتابعة فلول التنظيم الإرهابي والقيام بعمليات الخاصة. العمليات الخاصة يختص بها جهاز مكافحة الإرهاب، ونحن كجهاز مكافحة الإرهاب هي قوة ليست قوة مكانية، وإنما هي قوة صولة وقوة عمليات خاصة تقوم بتنفيذ عملية سريعة وتعود. نحن ليس من واجبنا وليس لدينا القدرة العددية حتى نمسك مواضع أو نمسك مناطق، وإنما عملنا هو قيام بعمليات استباقية. لدينا التكتيكات ولدينا أيضا القدرات، وأغلب عملياتنا حقيقة أنا من تكلمت على العمليات اللي لم تصلها قوات أمنية، هذه استخدمنا فيها الطائرات، وبالتالي يمتاز جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات الإنزال الجوي اللي مكنتنا أن نصل إلى مواضع ومخابئ للعدو على الحدود العراقية السورية والعراقية الأردنية وحتى في مناطق قريبة من إقليم كردستان. بالتالي مثل هكذا عمليات يمتاز بها جهاز مكافحة الإرهاب، وليس جهاز مكافحة الإرهاب هو قوة مكانية يعني تمسك موضع دفاعي وتقاتل فيه، هذا مو اختصاص وعمل جهاز مكافحة الإرهاب. لكن نحن نسند القوات الأمنية بالمعلومة، نسندها أحيانا بالجهد فيما لو احتاجت إلى مساعدة، لكن يبقى عمل جهاز مكافحة الإرهاب هو طيب. العمليات الخاصة الاستباقية النوعية السريعة. سيادة اللواء، هل فعلا سيعاد صياغة بعض الخطط الأمنية وفقا للخروقات الأخيرة؟ بالتأكيد بالتأكيد، وإحنا أساسا أعدنا صياغة كثير من الخطط، وأجيب لك مثال على ذلك. في الطارمية عندما بدأنا في عملية كبرى وهذه العملية كانت وفقا إلى تقديرات ومعلومات استخبارية، ولكن فوجئنا بأنه يكون هناك هجوم ويستشهد قسم من أبطالنا في الحشد الشعبي. أوقفنا العملية وأعدنا صياغة تقدير الموقف وجدولة توزيع القوات، وكذلك أيضا دراسة المعلومات الاستخبارية والأمنية بناء على تلك المعطيات التي ظهرت وبناء على ما تم تقديره. تغيرت الخطط فورا. اللي دا يحدث الآن في بعض المناطق سواء في شمال ديالة أو في شمال شرق صلاح الدين أو جنوب غرب كركوك أو في بعض الأحيان جنوب غرب نينوى، الحقيقة التنظيم الإرهابي هو بدأ ينشط وين؟ ينشط في منطقة شمال شرق سوريا والمناطق القريبة من الحدود العراقية السورية. احنا طول الحدود عندنا 610 كيلومتر، 310 كيلومتر من عندها الحقيقة بدأنا في عملية إعادة تأهيلها، يعني بها ثغرات أمنية واسعة جدا. استطعنا أن نكمل 90%، أي بما معناه بحدود 200 وصلنا 70 إلى 80 كيلومتر. وضعنا أبراج ذكية جدا أعطاها التحالف الدولي لنا، سعر البرج 1,800,000 دولار. وضعنا كاميرات حرارية، وضعنا أسلاك شائكة، وضعنا سدة ترابية، حفرنا خندق ومانع بعمق 3 أمتار وبعرض 3 أمتار، واستطعنا من خلال هذا العمل أن نسيطر على عملية التسلل. وحاولوا كثيرا من ان يقوموا بعمليه التسلل لكن فشلت. الطريق الاداري ما عندنا اي محاوله تسلل بعد، مسيطر عليها. قد تكون بعض الثغرات البسيطه ولكن مسيطر عليها. احنا نلاحظ الطريق الاداري الناقل لهم للارهابيين من جنوب غرب نينوى، طبعا الحدود العراقيه السوريه جنوب في شخابور، وباتجاه جنوب غرب كركوك الخط الاداري الى ان يصل الى شمال صلاح الدين، يتفرع فرعين، فرع يروح للثرثار والحواضن اللي موجوده بالثرثار، والفرع الاخر يذهب الى وادي شاي، ومن ثم يحاول ان يتنقل لسلسله جبال. يعني افهم من كلامك سياده اللواء، وهذه تفصيلة مهمة، أنه من الصعب جدا اليوم أن يتسلل إرهابي من خارج الحدود إلى داخل العراق. بالتأكيد بالتأكيد، وفق هذه المعطيات ووفق ما وزعنا من كاميرات وأبراج وقوات أمنية أيضا. إحنا قبل يومين قمنا بعملية على الحدود، قيادة قوات الحدود قامت بعملية، وهذه العملية مهمة جدا وكانت أيضا وفقا إلى معلومات استخبارية وأمنية مؤكدة. قبلها كان هناك وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية، أعطونا معلومات ودقيقة جدا، وكان المعلومات يعني ما أقدر أتجاوز أكثر من ذلك، دقيقة جدا. وقمنا بعملية في جنوب غرب الرطبة، صحراء الرطبة، بمسافة 180 كيلومتر، وكان في هذه القوات هي قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قوات الرد السريع، والجيش العراقي، وتمكننا من الوصول إلى مضافات وأماكن أخرى وفق مصادر ومعلومات استخبارية مؤكدة. طيب. وفعلا وجدنا
معلومات، وجدنا مضافات، دمرنا واعتقلنا. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني جنابك الكريم من سألتي أنه هل نغير في رؤيتنا واستراتيجيتنا؟ بالتأكيد. وإلا إحنا ما ممكن أن نبقى على حالة معينة إحنا أساساً واجهنا بها نوع من إما الخطأ أو عدم تقدير موقف جيد، بالتأكيد، ولذلك أتى بنتائج سلبية. طيب نوقف عند هذه النقطة سيادة اللواء، وأنتقل لسيادة اللواء ماجد إذا كان يسمعني الآن بوضوح. يعني أسمعش نعم اللواء تحسين إلى تفصيله أنه اليوم من الصعب جدا أن يتسلل إرهابيين من خارج الحدود داخل العراق في بعض الأماكن التي تتعرض إلى خروقات بين فينة وأخرى. السؤال هنا إذن ما الذي نتعرض له حاليا في بعض المناطق، لا سيما الاستهداف الأخير في كركوك؟ من هذه المجاميع؟ من يمولها؟ من يدعمها؟ خصوصا ونحن نعرف أنه يعني انهارت دولة الإرهاب رسميا وقتل كبار القادة فيه. تفضل. سؤال مهم. يعني الحقيقة القوات العراقية قامت بعمليات كبيرة، يعني احنا لا ننكر ذلك، وعمليات يعني واسعة ومتعددة في جميع القواطع والأماكن التي تواجد بها جيوب تنظيم داعش أو خلايا تنظيم داعش. اليوم من الصعوبة يعني التسلل عبر الحدود، ولو هناك أيضا أنه تعرف أنه هذا يحسب للقوات الأمنية بأن تمسك الحدود من جانب واحد، والمعادلة الصحيحة يجب أن تمسك من جانبين، وبما أنها يعني الجانب الآخر هو قوات سوريا الديمقراطية لا تمتلك تلك القوات وعديد القوات، وبالتالي اليوم القوات العراقية يحسب لها بأنها تمسك الحدود 650 كيلومتر من يعني منفذ الوليد إلى من طريبيل إلى منفذ الوليد، وصعودا للصفوق وطريفاوي، ويعني بحدود 605 كيلومتر. هذا يحسب لها. نعم هناك كاميرات حلاية، هناك أبراج، هناك مراقبة، هناك أيضا يعني سواتر، وهناك أيضا خطوط للدفاع. يعني هناك موجودة قوات الحدود بالإضافة إلى الجيش، بالإضافة إلى قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. اليوم الحديث عن تسلل صعب، أنا لا أقول من المستحيل لكن صعب. اليوم المعضلة هي في الداخل، في المناطق التي تتواجد بها تنظيم داعش منذ عمليات التحرير. حقيقة هذا التنظيم انتشر في مناطق معينة، هذه المناطق من ضمنها هذا المثلث المحصور في جبال يعني حمرين، بالإضافة وصولا حتى إلى شمال ديالى، وصولا حتى إلى خانقين، لأن هاي منطقة وعرة. وإذا أخذنا الجانب الغربي من نهر دجلة، سلسلة جبال مكحول، جنوب الموصل، وصولا إلى جنوب غرب الموصل، هذا التنظيم يتحرك في هذه المناطق. اليوم القوات العراقية هي من تمسك الأرض، وهي من تسيطر على الأرض، ولكن تحتاج إلى تطوير استراتيجية مسك الأرض، لأنه حقيقة هذه الاستراتيجية أصبحت تقليدية وأصبح التنظيم يعرفها. يعني على سبيل المثال أنه يجب تغطية، مثل ما أشار الأخوان إلى هذه الثغرات، كيف يمكن أن نغطي هذه الثغرات إذا كان هناك عجز في القوات؟ يعني أقصد قلة في القوات، بإمكان استخدام تجهيزات أخرى مثل بولونات، مثل الكاميرات الحرارية، مثل الكمائن، مثل الدرونز والطائرات المسيرة، والاحتفاظ باحتياط، وهذا الاحتياط ضروري بيد كل قائد، يعني من مستوى آمر فوج إلى مستوى قائد فرقة، وتحصين هذه النقاط بحيث تستطيع أن تقاوم أي هجوم بأي أنواع من الأسلحة لساعات طويلة. لأننا نعرف أن
سلوك هذا التنظيم وأسلوب هذا التنظيم هو يستخدم ساعات الظلام للهجوم، وبالتالي هذا التكتيك أصبح معروف. ولكن الخطورة أصبحت أين اليوم؟ أصبح التنظيم اليوم يعتمد على تكتيك المواجهات المباشرة والهجمات المزدوجة، وبالتالي إذا نحتاج إلى جهد استخباري كثيف. نعم طيب، إذا كانت هناك حواضن في هذه المنطقة وإذا كان هناك من يدعمه في هذه المنطقة، هذا شغل الاستخبارات، شغل الجهد الاستخباري. يعني القائد يحتاج إلى معلومة، الآمر يحتاج إلى معلومة حتى يتحرك. إذن ملخص ما نريد أن نقوله، سياسة واستراتيجية مسك الأرض يجب أن تتطور، يجب أن ندخل ليس فقط على الحدود كاميرات، يعني بالإمكان من طاد أو من طادين ممكن أن يكشف لنا قطر 8 إلى 10 كيلومتر، بالإمكان يعني أن يعطي إنذار مبكر للقطعات. هذه الآليات التي تذكرها، يعني هل إحنا قادرين على تخطيتها، قادرين على القيام بهذه الخطوات؟ يعني هناك عمليات كثيرة تحت مسمى تجفيف منابع الإرهاب، لكن إلى الآن هناك تعرضات بين فترة وأخرى. بالنهاية هل يمكن السيطرة على هذه الثغرات؟ هل يمكن صد هذه الخروقات وصد هذه المجاميع الإرهابية، معرفة أماكن تواجدها، أين تتواجد هذه الخلايا؟ الحقيقة ترى هي معروفة أماكن تواجدها سيدتي الفاضلة، يعني معروفة حتى الأخ صباح والأخ لواء تحسين يعرف أين تتواجد، ولكن تتواجد في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها. يعني وصل جهات مكافحة الإرهاب إلى مناطق معينة شديدة الوعورة، ولكن هذا الخط من خانقين شمال، خانقين بحمرين، يعني مرورا بمخفر إنجانة وصولا إلى بير أحمد و إلى يعني جنوب العلام باتجاه، هذا الخط أصبح خط تنقل لهذه الخلايا، لأنه منطقة من الصعوبة جدا الدخول بها دائما. ولكن الثغرات يجب التفكير في سدها، يجب التفكير في تحصين الموضع الدفاعي في النقاط التي تكون أشبه بالمرابات، يجب أدخال تقنيات أخرى مثل المناطيد، الطائرات المسيرة، الجهد الاستخباري الكثيف، لدينا وكالات كثيرة، يعني هذا كله معروف، يعني أماكن هؤلاء موجودة في هذه المناطق. القصف الجوي، المعلومات كلها تساعد في تقليل أو ضعاف قدرات هذا التنظيم. اليوم التنظيم تحول إلى اقتصاد الحرب. ما معنى اقتصاد الحرب؟ أصبح يقوم بعمليات نوعية في مناطق مختلفة تحت استراتيجية ما يسمى بالعنف الجوال، يضرب في شمال ديالى وإن ثم في الرشاد أو في داقوق وينتقل إلى مناطق أخرى في الرطبة. اقتصاد الحرب، التنظيم اليوم ليس يمتلك تمويل كالسابق، كان أغنى التنظيمات، اليوم هو التنظيم عبارة عن خلايا وعن مجاميع وعن جيوب تعمل بطريقة لا مركزية، وهذه القيادة اللامركزية معروفة تحول إليها بعد أن تفكك الجسد العسكري الصلب للتنظيم بفعل عمليات القوات الأمنية وتحرير المدن. يجب التفكير باستراتيجيات وأساليب تعبوية غير مألوفة، إدخال التقنيات، المراقبة، الرصد، تحصين المواقع، الممارسات، يعني أنت ليس فقط تمسك الأرض، ولكن ضمن القاطع الواحد ممكن إجراء ممارسات ويعني محاكاة لهجمات هذا التنظيم. سيادة اللواء تحسين، بما تفضلت به سيادة اللواء، بالتأكيد لديك تعقيب. يعني بالتأكيد ما تفضل به اللواء أنا موافق معاه 100%، وفعلا هو الرؤية والاستراتيجية وكل ما طرح هو فعلا هو هذا اللي راح يكون إن شاء الله. ولكن أنا عندي تعقيب على نقطتين. النقطة الأولى أنه التنظيم وحركته، أولا التنظيم هو منه؟
التنظيم مثل ما أشرنا أنه صعوبة جدا وسيد اللواء أشعر أنه يكون هناك تسلل من الحدود، ولكن هم تنظيم محلي. إحنا ما عندنا بعد تنظيم يأتي من الخارج مثل ما كانوا في السابق ويكون مقاتلين انغماسيين وغيرهم. كل هؤلاء اللي حتى الانتحاريين محلي، حتى الانتحاريين نعم والمعلومات الاستخبارية المؤكدة لدينا فعلا هو تنظيم محلي. وأنا أؤيد مثل ما طرح السيد اللواء بأنه يجب أن يكون هناك جهد استخباري للمناطق المحلية، وفعلا هذا ما بدأنا به وبدأنا في عملية التحول إلى الحقيقة ملاحقة ومطاردة وتصحيح قاعدة البيانات اللي نمتلكها. النقطة الثانية اللي هذه مشكلة يعني سيادة اللواء، قبل أن تنتقل إلى النقطة الأخرى، يعني نحتاج إلى تصفية، نحتاج إلى تمشيط هذه المناطق. تتحدث عن خلايا محلية، يعني ربما من أهالي المنطقة نفسها. لا لا، إحنا من نتهم، إحنا ما نلقي التهم، لا إحنا نوضح نقطة بأنه التنظيم محلي، أي المقاتلين هم محليين وهؤلاء لديهم حواضن، وقاعدة البيانات اللي تمتلكها القوات الاستخبارية والأمنية تؤكد ذلك. لكن هل هي كافية؟ يجب أن يكون هناك مثل ما ذكر تفعيل للجهد الاستخباري والأمني في تلك المناطق. على ضوء ذلك مثل ما حدث في الطارمية، الطارمية مين التنظيم؟ مين اللي كانوا موجودين؟ مو محليين، ولكن بزيارة دولة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء إلى قضاء الطارمية واجتماعه بأهالي الطارمية واتفاقه مع أهالي الطارمية بأن يكون هناك قوة منظمة تحت لواء وزارة الدفاع تقاد، هنا تغيرت الرؤية. إذن هناك بدأ بنضج استخباري وأمني استطاع من خلاله أن يحيد ويقيد ويمنع أن يتمادى هذا التنظيم في تلك المنطقة. ونجحنا. يعني نحتاج إلى حشد مناطقي؟ لا لا، هي مو المسألة تحتاجين إلى حشد مناطقي، المسألة تحتاجين إلى جهد استخباري وأمني مميز. النقطة الثانية اللي أحب أن أعقب عليها واللي أثارها السيد اللواء، أنه أصبحت حركة التنظيم معلومة وصحيح مثل ما تفضل، ولكن إحنا لو نلاحظ هذا الخط اللي يتحرك به التنظيم، نعم هو صح خط وعر، لكن بين من؟ بين القوات المركزية وبين قوات البيشمركة، ابتداء من جنوب خانقين صعودا ديال شمال صلاح الدين باتجاه جنوب غرب كركوك وامتدادا إلى الحدود العراقية السورية. هذا الخط هناك حساسية، يعني إذا تتقرب قوات المركز هناك حساسية من قوات البيشمركة، إذا تتقرب قوات البيشمركة هناك حساسية. لذلك هو استطاع أن يتوطن في تلك المناطق وأن يؤسس إلى موطئ قدم. في بعض الأحيان إحنا عندنا مسافات تمتد إلى 40 كيلومتر، بأربعين كيلومتر هو لا يستطيع أن يتحرك ويقوم بعمل ويتدرب ويحصل على كثير من الأمور. هذه نقطة. إحنا سوينا، إحنا بتوجيه أيضا من القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة استلمت ملف المراكز المشتركة بيننا وبين البيشمركة، ونجحنا بعد سلسلة من الاجتماعات، نجحنا في أن يكون هناك 6 مراكز مشتركة تفتح في مناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. واجب هذه المناطق شنو؟ التنسيق فيما بيننا وبين قوات الإقليم، محاربة هؤلاء الموجودين في تلك المناطق، إعطاء معلومات والمحافظة على أمن وسلامة واستقرار البلد وكذلك اقتصاد البلد. تطورنا في هذا المجال، أي بما معناه صعدنا مرحلة أخرى، أنشأنا قوة في طور الدراسة الآن، قوة مشتركة بيننا وبين البيشمركة، واجبها شنو؟ أن تقوم بعمليات مشتركة. يعني من الآن فصاعدا إحنا من عندنا معلومات استخبارية وأمنية تؤكد بأنه موجودين في سلسلة جبال قرتشوب اللي مخمور واللي اليوم هم هناك اعتداء من قبلها. هاي القوة راح تتحرك بقوة لواء إلى تلك المنطقة دون أي حساسية من الأخوان في البيشمركة ودون أي حساسية من المركز، وهي في قيادة المركز. إذن إحنا نجحنا في عملية صنع التنسيق وصنع المعلومات الاستخبارية، وأعتقد هذا الموضوع مهم جدا لتحييد وتقييد هؤلاء. طيب سيد صباح، بما تبقى لنا من وقت نتحدث عن التوقيتات لهذا النشاط الملحوظ في الفترة الأخيرة، لماذا بهذا التوقيت بالذات؟ هل له ارتباط بالشأن السياسي، موعد الانتخابات إلى آخره؟ لعل البعض يربط هذه الأحداث مع بعض.
يعني والتنظيم أكيد غايته هو عدم استقرار البلد، غايته أنه التأثير على العملية السياسية، التأثير على النجاحات اللي تحققها الحكومة العراقية خلال هذه السنة. هناك نجاحات كبيرة جدا تحققت وإنجازات كبيرة جدا، وصولا إلى أننا على أعتاب انتخابات مبكرة إن شاء الله ستغير من الواجهة السياسية. أكيد التنظيم هو تنظيم عمل انتقامي، تنظيم عندما فقد الموصل أكيد صعوبة جدا أن يعيد احتلاله أو تمكينه للمناطق اللي كان يحتلها. لذلك هو، أنا مثل ما أشرت في بداية كلامي، هو الآن في مرحلة النكاية والإنهاك. هذه المرحلة هو الذي يقوم بها التنظيم، عمليات إشاعة الفوضى، إشاعة الرعب، محاولات قضم الأرض شيئا فشيئا، وجس نبض المناطق اللي يقوم بها العمليات. العمليات اللي يقوم بها هي عمليات خارج المدن وفي مناطق بعيدة جدا، وبالتالي هو يحاول جس نبض أهالي المنطقة في حالة ممكن أنه ينشئ أرض تمكين أو حاضنة ويتقدم من خلالها شيئا فشيئا إلى مراكز المدن. لكن تأتي هنا قدرة، ممكن يوصل هذا الخطر إلى بعض المدن؟ يعني بالتأكيد لن يستطيع التنظيم أن يصل إلى هذه المرحلة. عمليات التنظيم حقيقة هي عمليات انتقامية، يعني نجد بين فترة وأخرى هو يقوم بعمليات انتقامية ضد مواطنين اللي يتهمهم بالعمالة للحكومة. التنظيم الآن كل عملياته حرب، عصابات وعمليات انتقامية غايتها هو يعني إشاعة الرعب والفوضى. لكن تأتي قدرات القوات الأمنية، والمبادئ الآن لا زالت لدى قواتنا الأمنية الاستباقية والعمليات الاستباقية، والجهد الكبير هو لقواتنا الأمنية. سابقا نعم كان التنظيم يمتلك المبادرة، يمتلك القدرة على اختيار التوقيت واختيار المكان، لكن الآن التنظيم هو عملية رد فعل وليس فعل، بسبب أن القوات الأمنية هي بين فترة وأخرى مثل ما أشار السيد اللواء، وأيضا ملاحظات لواء ركن ماجد وهو أيضا يعني ضابط قدير وكان يمسك هذه المنطقة. بالتأكيد هذه المحاولات وهذه القدرات لقوات الأمنية، الجهد الاستخباري، وكرر على أن معركتنا هي معركة استخبارية وليست معركة ميدانية أو معركة قتالية وبأسلوب القتالات النظامية. نحن لا نقاتل التنظيم قتالات نظامية بأدبيات الحرب النظامية، وإنما القتالات ومحاربة هكذا تنظيم هي بالقتالات والعمليات الخاصة التي لها فلسفتها ولها مبادئها ولها تكتيكاتها التي تختلف عن الحرب النظامية. نحن لا نقاتل عدو أمامنا حتى يكون هناك حرب نظامية بأخلاقيات الحرب النظامية، لا، عدو بمفارز بسيطة، هذه تحتاج تكتيك معين بالتأكيد بالتدريب وبإعادة هيكلة أو تنظيم أو قواطع المسؤولية ومسك الأرض لهذه القوات. أكيدا لن يكون صعب علينا أن نقضي على فلول هذا التنظيم. طيب بدقيقة أخيرة مع سيادة اللواء ماجد، يعني رأيك في موضوعة التوقيتات وهذا النشاط الملحوظ لهذه العصابات الإرهابية، وبالتأكيد هذه الخروقات اللي كان آخرها في كركوك بناحية الرشاد، هل لها ارتباط بالتقاطعات السياسية بالشأن السياسية بموعد الانتخابات ربما، أم هي نشاطات تنشط من فترة أخرى؟ والله أنا أحتاج وقت حتى نفسر هذا الموضوع، هذا دقيقة لا تكفي لهذا، ولكن هذا ما يسمح به. نعم نعم، هذا هو معروف عنا، يعني انتخابات عام 2014 أيضا كان يستخدم نفس التكتيكات، وحتى بعدها يعني عندما يكون هناك انشغال للقوات الأمنية وللأحزاب السياسية أو القوى السياسية أو للحكومة بالانتخابات يستخدم هذا الموضوع. لكن أحب أن أعرج إلى شغلة، والأخوان هم اليوم متصدين لبعض المسؤوليات. ما يقوم به التنظيم من عمليات طرفية هو من أجل استدراج القوات التي داخل مراكز المدن حتى يذهب بها إلى أطراف المدن، وبالتالي يقوم بتنفيذ عمليات إرهابية في مراكز المدن. أرجو الانتباه إلى هذه النقطة.
ثانيا منطقة الرشاد ومنطقة هذه المنطقة وداقوق وبير أحمد وجنوبها وادي الشاي وادي زغيتون، يجب أن تكون هناك عملية واسعة بمعنى الواسعة وفعالة بحيث تؤمن مباغتة مع عمليات النوعية وإعادة النظر بمسك الأرض. هذا نقطة أخرى. التنظيم أعتقد هو تشجع في هذه المرحلة وأصبحت لديه جرأة لما حدث في أفغانستان، وبالتالي هذه التنظيمات يعني الحقيقة أحدهما يشجع الآخر، أحدهما يستنبط درس الآخر، وبالتالي هو يعمل وفق هذا يعني وفق تكتيكاته. نعم أنا أتفق أنه أغلبهم محليين وفي هذه المناطق وهذه أخطر، لو كانوا أجانب الأجنبي لا يستطيع اليوم النزول من مناطق أو مغادرة مناطق وعرة والذهاب إلى مناطق من أجل الحصول على بعض التموين. إذا هناك كانت يعني عناصر محلية، هذا يعني أكو هناك تسلل لهذه العناصر إلى مناطق آمنة وتهريب ما يمكن تهريبه من أرزاق ومؤن ومياه ويعني مواد أخرى إلى مناطق الكهوف وإلى مناطق هذه الوديان. أعتقد يجب أن نستعيد المبادئة وبشكل فوري والنظر بالاستراتيجية الأمنية بشكل يتوافق مع التهديدات المقبلة، لأنه سوف يصعد من عملياته. طيب. والاعتماد على الجهد الاستخباري وإدخال التي المعدات والتقنيات التي ذكرناها سابقا. نعم سيادة اللواء ماجد القيسي الخبير الأمني، أيضا كنت معنا مباشرة من أربيل، شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت به من معلومات قيمة حقيقة. كذلك شكر موصول للواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة، حياك الله سيادة اللواء، وأيضا للسيد صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، حياك الله وشكرا جزيلا لك. لكم الشكر أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.